فتكشف الصدور
الرسول الأولى إلى أهل تسالونيقي بارخمور. ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الأموات لئلا تحزنوا كسائر الناس الذين لا رجاء لهم. فأما ونحن نؤمن بأن يسوع قد مات ثم قام، فكذلك سينقل الله بيسوع ومعه أولئك الذين ماتوا. فإننا نقول لكم عن قول الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الأموات، لأن الرب نفسه عند إعلان الأمر، عند إطلاق صوت رئيس الملائكة والنفخ في بوق الله، سينزل من السماء فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح. ثم إننا نحن الأحياء الباقين سنخطف معهم في الغمام لملاقاة المسيح في الجو، فنكون هكذا مع الرب دائما أبدا. فليشدد بعضكم بعضا بهذا الكلام. آمين. بارك يا سيد. ولا الساعة ولا من وسع.
ليلة اليوم.